عندما يجتمع الفكر والثقافة مع الإعلام الجديد ولغة الأرقام. ضيفنا اليوم ينتمي إلى العالم الرقمي، يتحدث بلغة المعلومات في ساحة الفكر، وله باع طويل في إرساء هذا العلم الجديد وتطبيقه في بلدنا. الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. المجلس الأعلى للثقافة إيه موقعه في وزارة الثقافة؟ ما هي الجهات التابعة له؟ هل هو مسؤول عن السياسة الثقافية؟ هو بمثابة القلب من الوزارة. مدى إلزام هذه التوصيات للقائم على شؤون الثقافة في مصر؟ إذا كانت اللجان قد أتت بتوصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ وفي الصالح العام، يقيناً لن تتوقف عند الوزير المختص. هل الإعلام في مصر يستفيد ويرحب ويستقبل ما تتوصل إليه لجنة الإعلام في المجلس الأعلى للثقافة؟ بأطمن حضرتك إنه إحنا الموضوع مأخوذ بعين الاعتبار في المجلس. وعن استعادة الوثائق والمخطوطات النادرة المهربة للخارج. عملية التفاوض دي لم تكن عملية سهلة وغير مسبوقة في تاريخ مصر ولا في تاريخ دار الكتب. عن الثقافة والإعلام ولغة العصر حديثنا اليوم من مصر. حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.